لكن معنا أحد اللاعبين النجوم الشبان الصاعدين صراحة في الغرافة، وهو من اللاعبين الذي يعتمد عليهم المدرب كثيرا. كابتن حذيفة، أول شيء نقولكم مباراة اليوم أديتم مباراة جميلة، مباراة استطعتم أنكم تتعادلوا مع النادي الأهلي أو أن الأهلي استطاع أن يتعادل معكم. حدثنا عن مباراة اليوم وعن تأهلكم إن شاء الله. أشياء بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشوف الأهلي أنه ما كان يبحث عن التعادل نهائيا، يعني كان يبحث عن الفوز، وإحنا كذلك يعني ما كنا بحث عن التعادل عشان نلعب في إيران وإحنا مرتاحين. أول شيء أقول مبروك حق الغرف حق التأهل، مبروك بعد الأهلي. وبس مثل ما تقول أنت المدرب، الغرافة تأهل رسميا على فكرة، الغرافة تأهل رسميا خلاص، سواء فازوا هناك الإيرانيين ولا خسروا نفس الشيء إحنا متأهلين. يلا أتمنى لك التوفيق كابتن حذيفة، ومن نجم شاء